هذا سائل يقول: أنا شاب التزمت منذ 4 أشهر تقريبا، ولكني لم أشعر بالندم على ما فات، والمعلوم أن الندم على ما فات من شروط التوبة، فهل توبتي صحيحة؟ وما هو السبيل للتخلص من قسوة القلب؟ أرجو أن تدلوني على كتب في هذا الباب. ما دام أنك تبت إلى الله وعرفت خطاك واعترفت بذنوبك، يصير إن شاء الله عندك ندم، لكن يمكن عندك شيء من الوسواس، هذا لا تلتفت إليه. والتوبة صحيحة إن شاء الله، وعليك بالاستقامة على التوبة وإصلاح العمل في المستقبل، وقسوة القلب تلين مع ذكر الله ومع الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تكثر من ذكر الله وتكثر من تلاوة القرآن وتكثر من حضور مجالس الذكر، وإن شاء الله يلين قلبك. نعم. وتتجنب مجالس اللهو واللعب والغفلة، تجنبها. نعم.